خلي بالك هو حاجاته اقل بس سعرها اكتر. انا حاجاتها اكتر بس سعرها اقل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معاكم اسامه في فيديو جديد من قناه سوبر اسامه. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده يا جماعه في تحدي الكوبايات. تحت كل كوبايه في منتج، بس احنا ما نعرفش المنتج. ايوه، اللي هيجيب منتجات سعرها اعلى من الثاني هو الفايز، وهيتعامل على الخسران عقوبه. تمام. تحدي النهارده طبعا انا ويوسف اورتيجا. تمام، يوسف من قناه اورتيجا نور، وانا طبعا القناه بتاعتي انتوا عارفينها اللي هي سوبر اسامه. التحدي دوت عليه عقوبه جامده. تمام، تابعوا الفيديو للاخر عشان تعرفوا ايه العقوبه. تابعوا الفيديو للاخر عشان تعرفوا ايه العقوبه، وما تنسوش الاشتراك في قناتي وفي القناه بتاعت يوسف. تمام، ويلا مع بعض نبتدي الفيديو. لا استنى، قبل ما نبدا الفيديو، قبل ما نبدا الفيديو بركلنا يا جدعان، عشان ايه؟ رجعنا تاني المكان بتاعنا اللي احنا بدانا منه فيديوهاتنا، والحمد لله ده اول مكان كنا بنبتدي منه الفيديوهات، ورجعنا نظبط فيه تاني. لو عجبك المكان ما تنساش برضه ترزع لايك. تمام، يلا نروح ايه نشوف الفيديو. يا جماعه من حق المفروض اقص الصور اسامه اللي كان يقولها، بس انا طبعا اللي بقولها ماشي. تمام، انا مش قناتي، انا سايب لكم لينك قناتي بتاعتي، انا بتاعتي ايه ميكا ميكا ماي قناه ماي ماي قناتي يعني تحت الديسكريبشن. سايب لكم اللينك تحت الديسكريبشن. خلي بالكم القناه بتاعت يوسف جامده قوي قوي قوي، حاجات كوميدي والعاب، هو عاملها قناه مش مثبتها على حاجه معينه. ودي الميزه بتاعتها، يعني اللي هي المحتوى بتاعها فيه كذا كذا محتوى. وانصحكم تدخلوا تشوفوها، هتعجبكم جدا وتشتركوا فيها. نروح ونشوف اللي جوه الكوبايه. بصوا معلش، انا مش عارف اتلخبط ليه. بصوا يا جماعه، ما تقولوش ان احنا ايه عارفين ايه اللي جوه الكوبايه، ماشي؟ عشان احنا عارفين جوه الكوبايه مثلا هنكون مرسمين، لا احنا بنكشفهم كلهم، احنا حاطين بس مش فاكرين ايه اللي جوه البتاع. وبعدين احنا كنا بنقعد نلفهم كده يعني، احنا محيرينهم. فكده كده اكيد مش عارفين ايه اللي جواها، ماشي؟ نروح ونجيب اللي جوه الكوبايه، يلا ونقول بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بص، هو المفروض انا اخد واحده وانت تاخد واحده. تمام، انت واحده وانا واحده. ابدا. ماشي، يبان شكلي 3 جنيه دي اول حاجه. ماشي، انا يعني كيكه جلا ب 5 جنيه. يلا انا عديت اهو. خلي بالكم التحدي ده اللي يجيب اعلى قيمه منتجات يكسب، والعقوبه بقى نسيبها لكم في الاخر عشان احرق. عقوبه بقى ده تسحب. سمسمية بجنيه. انا برضه انا عالي برضه، انا لسه ب 5 جنيه يعني. ماشي، هحط الكوبايات فوق، هحط الكوبايات فوق. ماشي، انا هاخد ايه؟ انت بتلاقي الحاجات الغالية يا يوسف؟ لا والله. بيضة ب 5 جنيه اسمها تيكا فان. تيكا ارمس. تيكا فان. يبقى هاخد دي. اوه، البيضة ديت اسمها ماجيك ايك ب 10 جنيه. دي الشكل بتاعها كده. انا طرت. يلا يا يوسف، يلا يا يوسف. ماشي، انت دي بكام؟ الاثنين دول ب 10. وانت معاك كام؟ 13 14. يلا. اوه، لا عوضها. ما تسألش. عوضها. لا ما تسألش. يوسف طاق جامد والله يا جماعه، ما كنت اعرف اللي جوه الكوره. والله ما نعرف حاجه، احنا بنجيبها احنا وحظنا. حكايه لمان شيكلز ب 3 جنيه. ماشي، انت كام معاك كام؟ كده 17. ماشي، وانا معايا، احنا قلنا دول 10، معايا 20. خد ولا بسكوتة بجنيه.
بسكريم بسكريم ام جنان. انا بحبها بس مش لازم انزل فيها المره دي يعني. ماشي كده معلش. ايه دي الكوكيز بتاع المولتو جريت دي قطعتين ب 3 جنيه تمام؟ ب 3 جنيه؟ اه يلا يا يوسف هنحسب في الاخر. لا انا عايز اعرف بس. اوه كوبايه فاضيه. ايه الكوبايه فاضيه. ايه ماشي. اوه بريك بخمسة جنيه. ده أول فيديو عملته في حياتي على البريك دي. المفروض تطلع لنا بقى يعني. اوه كده أنا إيه ابتديت أظبط. يلا يا يوسف. بقول لكم حاجة الكوبات اللي قدام إيه ممكن. اوه كافي ماكس. 2 جنيه. ناخد دي بقى. اوه بابلي. ب10 جنيه. افتريت الفحم كده ابتديت افرق ويوسف هو اللي شكله هياكل العقوبه. يلا يا يوسف. ايوه اوه ايه 2 جيلو كولا الواحده ب 2 جنيه يعني دول بمقام 4 جنيه. انا اللي عليا الدور. ناخد الكوبايه اللي اتفتحت دي. بريك ريزو 3 جنيه ده الشكل بتاعه. يلا يا يوسف التحدي ده جامد. يلا يخرب بيت العصاير على كيس تانج ب 3 جنيه. ناخد دي. اوه كيجي لوكور شارك شارك 3 جنيه برضه. استغفر الله العظيم. يلا شوف اللفة ام العروسة دي. اوه شارك تاني وجيلي كولا الاثنين قيمتهم 5 جنيه. حلو حلو ايه ده يا معلم. اوه تودو بوم تودو بوم هم 4 جنيه. بقول لكم انا يعني حاسس ان الحاجه اللي عندي تبقى حلوه انا هاخد من عندك. اوه شرق تاني 3 جنيه. خلي بالكم هو حاجاته اقل بس سعرها اكتر. انا حاجاتي اكتر بس سعرها اقل. اوه 4 يا نهار رزق يا نهار رزق. 4 جيلو كولا في 2 ب 8 جنيه. مساح يا رب. اوه مارشميلو ب 2 جنيه. شكل يوسف هياكلها والعقوبه هتبقى عليه شديد. هيبقى تاني فيديو يغلبني في ال اوه جالا كيكه دي ب 5 جنيه يا جماعه. حرام. يلا يا يوسف. اوه باونتي ب 5 جامده. شغاله شغاله جامده. اوه كوبايه فاضيه. كده يوسف هيقرب. ماشي يا يوسف ناخد دي. اوه نسكافيه جولد ده يا جماعه الكيس ده ب 5 جنيه. فانيليا حلو حلو كده المباراه سخنت. اوه يا بقى ماجيستو ماجيستو 3 جنيه. البسكوتة دي جامدة أوي 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 أنصحكم تجربوها. وأنا خلي بالك عرضتها في الفيديو بتاعي هتلاقي فيديو فيه منتجات كتير جدا فظيع. يلا آخد دي. أوه بيضة بخمسة كيكا كيكا فن برضه نفس البتاع برضه بخمسة. ماشي يلا. أوه لا لا أكل وقت. أكل كوبايتين فاضية أنا واحدة بس. آخد دي. أوه كوباية فاضية. ها كيس كوفي ماكس ب 2 جنيه. يلا يا بيبي اخر كوبايه تاني. كيس تاني ب 5. دلوقتي بعد ما خلصنا الكوبايات هنبتدي نحسب واللي هيتغلب هو اللي هيتعمل على كوبا. نروح ونحسب. احسب انت. ماشي يلا 10 10 10 15 20 22
27 32 37 42 45 48 50 52 54 55 55 60 حاجة يوسف عاملة 60 جنيه ماشي. ابتدي بقى انا حاجة ادي 10 ماشي 20 20 يا عابدين 25 30 30 35 35 35 واحد 34 45 45 50 56 60 63 انا اللي كسبت. هنروح يلا على عقوبة. تنسوش يا جماعة الاشتراك واللايك عشان الفيديو ده كان جامد قوي. هنروح دلوقتي ايه على عقوبة. يلا هنروح. بصوا يا جماعة العقاب بقى يكون ايه؟ ان انا هقف على رجلي واحدة ماشي وهمسك الكوبايات دي ولو الكوبايات وقعت ماشي يعني زي حاجة زي كده يعني المفروض الكوبايات اصلا ما تقعش ماشي. الستوب ووتش شغال ما انتوا شايفين يا جماعة ده العقاب. هو العقاب صعب شوية على فكرة. انتوا تفكروا ان العقاب ده سهل بس فعلا العقاب ده صعب. عايز تركيز الوقفة دي. وبعدين زي ما انتوا شايفين وقفة الكوبايات كمان عشان يملك ووقف الكوبايات دي صعبة. عاش يا يوسف. 10 ثواني يا يوسف. لا متقولش كده ماشي. سيبها ماشية بالبركة عشان انا محقق. ماشي. وانا لو يا جماعة اتحركت عادي بس ما ينفعش احط رجلي ماشي وما ينفعش يعني ما ينفعش الكوبايات تقف انما كتحرك عادي وانا واقف. وحش يا يوسف عاش عاش. يا عيتك ما وقعتش والرجل وقعت بس انا اتحركت. عاش عاش عاش. هانت قربت تجيب الدقيقة. هي الدقيقة طولت كده. لا يا يوسف زي ما انتوا شايفين شايفين. لا بس خلاص وقف. بصوا يا جماعة 58 ثانية و 46 يعني عامل العقاب. وبعد ما يوسف عامل العقاب ما تنسوش لايك واشتراك وتشتركوا في قناة يوسف اورتيجا نور. ما تنسوش القناة بتاعتها. القناة بتاعته حلوة جدا جدا جدا. هتلاقوا اللينك بتاعها تحت في الديسكريبشن. تمام ما تنسوش. سلام.